اسمعيني مليح خوتها وتعرفي حالتهم دريري رجعوا من ماليهم وانتي عودي حياتك غير هادي اللي ما تعاودهاش لو كان تنبر نشف على ولادك وما نسمحش فيهم يكبروا ويردوا لي الخير يا ماما يا لي هادي الدنيا جبتيني 9 شهور وانتي حامل العتاب شحال توجعتي نهار اللي حملتيني وغير سمعتي صوتي التعب عليك غاغا تكبرتي وشعرك شاب نسيتي اللي في قلبك يا يما خبيتيني ولما كبرتي رميتك للدنيا اللي معمره بالدياب نهار ضيق عليا الدنيا غير انتي اللي تفهميني ونهار اللي كبرتي يا لميمه وليتي ما عندكش حبابه سمية بنتي بلا عرق البيرة محروق على محمد هذه وحدة 15 يوم ولا شحال ما هدرتش معاه بوه يما عندك سمانة ملي هدرتي معاه لا لا يا بنتي والله العظيم غير قلبي تقول شي عندي واحد الشهر ما هدرتش معاه وليتي تنسى يما ايه يا بنتي عندك الحق عندك الحق يا بنتي الغربة صعيبة الغربة صعيبة بكبدة وعرة الله غالب واش تحبي الله غالب يا بنتي يا بنتي عندك هذاك ميسنجر يما هذاك ونعرف جدو انا ميسنجر ولا حبيت نهضر معاه دوك نعطيك تهضري معاه نهضر معاه توحشتو وما نشوف وجهته كيفاش راه لا راه مليح ولا حيتي بنتي صحيح هاك يما كيفاش نديرها بنتي وريلك خلاص دوك هو يرفد عليك ايه عالسلامة وليدي عالسلامة عالسلامة محمد عالسلامة محمد عالسلامة توحشتك واش راك وليدي واش راك راك بخير توحشتك توحشت وليدها توحشت لورو كل شهر انا جابتني بين 4 حيطان ويا درا ولا نسى الشومبرا ووليدها تاع الخارج يزيد يجي لهنا يزيد يسال لهيك وحنا والله ما نسكت على حقي كي يجي حمزه نحكي له ولي صرا صرا لا بعث لي واش ما بعث لي يا وليدي صحي ربي يسترك ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله ربي ما يغبنكش كاع الله يسترك يا وليدي الحمد لله الحمد لله راهي معايا راهي كيما تعرف العجايز والعرايس طيحه ونايضه معايا الحمد لله انا نخمم غير عليك يا وليدي انعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نشوفك في اقرب وقت ان شاء الله يا وليدي تهلا في روحك تهلا في روحك يا وليدي صحيت ربي يسترك صحه صحه وليدي هكا يا بنتي صحيتك ربي يجازيك صحة بنتي صحة هكا شتي مسكينة يقول لي غير وش راهي وش راهي وش راهي مرت خويا شتي مسكين في الغربة يخدم ويتمحن ويخمم عليكم وشكون قال بلي محمد هكا يصرالو مسكين هكا عيان واقل لا لا عييت اليوم هذا ما يكملت راني ميت ندير لك الفطار نحط لك الفطار لا لا والله فطرت برا الا ديري فيا مزيه ديري لي قهوه الله يحفظك حقا حمزه اليوم عييت خوك وكيفاش عليك مقبل مع يماك وقالها واقيلا وحابط ما سلم عليا ما خلالي ساوي سال عليك وواقيلا حيتزوج حاجه مليحه نفرحوا به دي جواب دي يكبر هذيك هي حاجه تفرح ان شاء الله نفرحوا به ونشوفوا ولاد ان شاء الله حبيت نقول لك حاجه حمزه خمم على لافونيغ تاعنا انا وياك عليك شنو خصك معايا دوك غدوه يحبط هو يتزوج اف 3 مش كي تكفينا انا وياك وهو ويزيد دراري هيني اليوم قتلني غدوه اكيد خمنتي لا به ربي يفرج ان شاء الله ان شاء الله يا ربي علاش معليش نوضي ديالي لي قهوه ما نكسر على هذا السويج ان شاء الله واقيلا عندها الحق في هذه الحاجه هذاك واش كان خاص سيدي يجي خويا محمد تزوج سيدي يدي شومبرا هادي مات فريها غريب لازم تحكم يماك
كاش عندي بال عمل ما يتعرف. واش يما هاكي اون فورم اليوم نطي هاي بارك؟ واش وليدي راك تغزب؟ وهاديك شبه حبيت وليدي. توجور يما كلام توجور نقولها لك زعما توجور نغزب. هادي كاش ما فيها يا وليدي؟ واش راك باغي يا وليدي؟ ما فيها والو يما. واش مال في الدين لي هكا؟ والله والو يا يما سقيتك في زوجي حشمت كاش نقوله لك. واش حشمت؟ حبيت نقول لك على زوجتي اللي في التليقا كاش نبداها لك يا يما. واش راك باغي يا وليدي؟ واش كاين؟ غير الخير؟ غير الخير يما غير الخير. ايه اهدر اهدر هاني هنا واش كاين؟ يا اخي حاجة مليحة ماشي اللي تمردني. لا حاجة مليحة. اهدر هاي ولا حاجة ماشي مليحة اللي طلع لي لابونسيون غير حبس. انا خفت نقول لك خفت وسوسي لي. إلا تفهميها بكوتي بوزيتيف أي حاجة مليحة، إلا تمشي معايا وسوس إلا تشوفيها في ساهية أنا يا إيمي. أنا قلت دوك خويا فلورو وما شاء الله عليه بخيرو الله يبارك ربي يزيدلو إن شاء الله. إيمي دوك أنا غير أنا وإنتي ومرتي دوك أنا يجوني دراري واش راح يضمن لي حياتي يا إيمي في بيت برا. أنا إيمي قلت لك أنت كتبي لي الدار. هذا واش راك قاصد انت؟ راك قاصد الدار؟ مانيش قاصدها مكوتي يا وليدي. يا ماني قاصدها ليا باش نضمن امي شويه حياتي يا يما. يا وليدي مازالني حيه مازال ما متش كيفاش نقسم لك؟ علاش يا يما دوك كي تكتبي لي الدار حنا رميك نديرك فوق العين والله. انا قلت امي نضمن لولادي ومرتي وحياتي. بصح ما نقدرش يا وليدي مازالني حيه مازالني في الحياه وما راكش وحدك كاين خوك معاك. خويا قلت لك يا يما بخير انا اللي راني بالهم والمشاكل والشر. كيفاش راك بالمشاكل والشر؟ كش ما خصك كش ما خصك معايا؟ ما خصك والو يا وليدي الحمد لله راك تاكل تشرب ما خصك والو راك السلطان معايا. واش بدي انا راني ضمن لي يا يما بلي انا نعيش مليح ما عندي ني دار ني افون ني والو. قلت لك ضمني لي عفساك قلت لك تزعفي يا يما ندمت قال لي قلت لك على عفساك. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. يا وليدي مازال ما متش مازالني حيه مازال ما متش هذه في حياتي حبيت نكتب لك الدار على اسمك. وراك متي واش يضمن لي بلي خويا حيكتب لي الدار؟ خوك 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 هذاك خوك خوك راه معاك ما راهش معاك راه في الغربة مسكين. ايه راهو لاباس بيه عايش مليح انا واش ندير له خويا خويا واش دخلني في خويا هو لاباس بيه انا اللي في الميزيرية. شفتو راه من لاباس بيه او لاباس بيه وين على بالك لا راه يرقد مليح ولا راه ياكل مليح ولا راه يلبس كيما الناس. انا نقول لك عفسه يا يمي يا تكتبي لي الدار يا نخرج من الدار ما وليتش نحمل. شوف يا وليدي نقول لك حاجة انا غير الدار اللي ما نكتبهاش ما بيد راني حيا غير الدار ما نكتبهاش. مال انا اللي نخرج ما نكتبهاش يا وليدي غير الدار ما نكتبهاش. استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله. يا ربي يا ربي استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله والله الحمد لله لاباس بخير تخي بيان. دقيقه سني دقيقه دوك نعاود لك الحاجه. رحت وجيت مازلت هنا في هذا البرد ولا الحانوت هذا راهو مغلوق راك تسناي فيه؟ لا 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 يا بنتي لا لا يا بنتي مانيش نستنى في الحانوت وليدي صباح قال لي نديك الحمام روح عندي زوج سوايع وانا نستنى فيه هنايا. وليدك هذا عندك التليفون تاعو عندك الرقم تاعو؟ ما عنديش الرقم تاعو ما عنديش التليفون. اي عندي ندك معايا للدار. لا ما تخافيش الحاجه لا ما عنديش لا خليني نستنى بالك دوك يجي روح ما نخدوش بالك وليدي دوك يجي قاعده في البرد هذا روحي اقعدي استعفي شويه من بعد ربي يدير تاويل روحي. وليدك من بعد نعيطوا المكتب تاعي غير هنا ولا تولي غير قريبه على قاعده برا هكذا رحت وجيت وصبتك لبرا مع البرد هذا كيما راه كبيره نروحوا للبيرو نهضروا شويه انا راكي مرميه هكا في الزنقه في هذا البرد. عييت ولا نصبح بدا نستنى عييت جوز عييت يا بنتي عييت جوز تفضلك عييت.
جوزي مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي الحاجة. مرحبا بك. تفضلي اقعدي. هذا هو المكتب تاعي. ومرحبا بك. لي روحك شغل في دارك. تبقى قهيوة؟ لا صح بنتي صح. وكيفاش دركا حكايتك؟ مش تحبي يا بنتي. عندي دوكا زوج خطرات ندوز للبيرو تاعي قدام لاتولي ونشوف ونقول هاد المرأة وش بيها؟ ما عندها نظام دوار؟ يا بنتي كون نحكي لك حكايتي يا بنتي شكون قال بلي وليدي يدير لي هكا؟ ما دريتش بهمي بلي وليدي يدير لي هكا. قولي ليش وليدك هو اللي خلاك لبرا هاك مرمية؟ وليدي الصغير. وليدي صغير اللي قلت انا نريح معاه ونقعد معاه ونعيش معاه مع مرته. يا ربي الوقت اللي لحقنا به. وليدي كبير في الغربه مسكين، ما عرفت ولا راه ياكل ولا راه يشرب ولا راه يرقد ولا راه في البرد، ما دريتش كاع بلي صرا لي هكا مع هذا الصغير. زوجته وقلت نتهنى في راسي، ومن بعد كاني ولقيت روحي داني حطني برا في الزنقه. بصح علاه رماك للزنقه؟ الحاجه كي سمك الله وش اسمك؟ اسمي فريده. فريدة. كون نحكي لك حب نكتب له الدار على اسمه. شبي هذا مهبول؟ كيفاش راكي حيه في حياتك تكتبي له الدار على اسمه؟ مريض هذا. فهمته قلت له ما بدي انا اني حيه، ما نكتب الدار ني ليك ني لخوك. بصح هاو كتب الدار وعلاه يرميك للزنقه؟ انا دريت في واش درت، ما ديتش كاع كيفاش جاتني هذه الضربه يا بنتي. تشوفي من اليوم تجي معايا للدار وما تكونيش كامل في الزنقه. والدار دارك. بصح يا بنتي بالك نكون ثقيله عليك. ما عمرك ما تقولي الكلمه هذه يا بنتي. شوفي انا تنت صغيره كنت عندي يما وراحت، راكي في مقام يما. الله يسلمك. راكي عندي زوج ولاد، راكي انت ميمتهم. بنتي ربي يسترك ان شاء الله يا بنتي. ما يخصك والو معايا. بنتي ما دريتش كاع يدير لي هكا حمزه. تفضلي جوزي، تفضلي حدي لي شويه سبور. يا بنتي نحي لك هذاك السطر. يا بنتي هذاك واش خاصني؟ هذاك واش خاصني في عقوبتي؟ غير بالله عقلبك، سمي بسم الله وجوزي. بنتي هطلعي بسم الله. شغل راكي طالعه في الفيلو؟ بسم الله بسم الله. سمي بسم الله. بسم الله وتكلنا عليك يا الله يا كريم، يعطيك الصحه يا بنتي. قلتي لي شوف راسك يوجع فيك. والله العظيم غير كيفك يوجعوا فيك. صح يا بنتي. حطي رجليك. شغل راكي تسوقي في الفيلو يا بنتي؟ والله غير واش نقول لك. اي بشويه. واش نقول لك يا بنتي؟ والله ماني نرقد في الليل. هادي اسمها فيلو. والله ماني نرقد يا بنتي. والله ماني نرقد من رجلي. بالله قلبك سمي بسم الله وبالله. بسم الله وتكلان عليك يا الله. بسم الله بسم الله. ما يخصك والو، كل يوم ديري سبور. يعطيك الصحة يا بنتي. واش نقول لك؟ حيت تاع مسلانك تاع ظهرك. فهمتي؟ الروماتيزم تاعنا نزيد ندويك ونديك الصونة حمام شوية تسخن. إن شاء الله إن شاء الله نبرا مركايبي برك. هاوك غير جات لأمي حية برك. سي ما ميغ. سي لا فوتو دو ما ميغ. أتون Bien, c'est une belle photo là, hein? Oui, c'est une belle photo, mais il y a un problème, docteur. Mais il faut que je descende en blood. Pourquoi? Tout de suite. Yeah, où je dis, خويا? Qu'est-ce qui se passe? How's ça? Ma t'qallaqch, ya خويا. Salli ambi. Sahid, خويا. Quand le kima ka ayana chouya, anda problème fi qalba hakda ya, bsa ou chnou ya خويا? Ay adna ya خويا, maksa jga rasik. Ya ou dis ra problème familial, ya خويا, ki tji tfham.
المهم تا كي تجي حابط عيط لي في الفايبر نجي لك حتى للمطار ريكيبيريك نديك حتى عندي يمك خويا العزيز، ولا غدير تعمل عفسه مليحه وكنجي لعندها ما كاش مشكل خويا العزيز، انا راني هنايا يا خويا ما كشتش كاع راسك. شكون كيفاش جيت ما قلتليش؟ انا ما عيطتليش نجي نجيبك. معليش صاحبي دخل. شوف خويا توحشتك والله ما كنت نسنى فيها هادي. كيفاش جيت وكيفاش انا ما عيطتليش يا خويا نجي نديك. شاد الغيبه. حمزه وراه يما. يما هنا دوك نفهمك. واش فاهمني يا حمزه؟ يما كاين في الفيسبوك الدور. في الفيسبوك. كيفاش انا كيفاش انا نهبط انا نشوف يما في الفيسبوك ترمي يماك؟ هذا هو حق الخير، هذا هو حق الخير اللي وقفت معانا. يماك خليت روحها للشر باش حنا ما نجوعوش. يماك نهار كي مات بابانا كانت صغيره كانت قادره ترمينا عند الناس، كانت قادره تدينا عند اخواننا. اخواننا حنا ما قبلوناش، حنا اخواننا حبوا يرمونا باش تعاود هي الزواج، رفضت هذا الشيء كاع. مع الاخر حنا قلنا نزوجوك تجيب مره تعاون يما ماشي تجيب مره ترمي يماك. نقيم انا يما واش نقول لك؟ واش نقول لك؟ واش كاين في هذا الراس؟ قول لي واش كاين؟ اسكو غواتك الدنيا هكذا؟ باسكو ما عشت واش عشنا حنايا، عندك وعشت تغربت، تغربت باش انت تعيش ما تعيش يتيم، تعيش راجل في وسط رجال، ضحينا بحياتنا على جالك. مرميتش يماك كيفاش مرميتش يماك؟ ما تقوليش مرميتش يماك، يماك هي عند الناس، انا هبطت اليوم ماشي باش نشوفك. ما تقوليش مرميتهاش، ما تقوليش مرميتهاش خويا، ما تقوليش. ما تقوليش مرميتهاش، هادي يماك كراميها، هادي هي العشرة تاعها باش قلنا نكملوا باش ما تهونش. كيفاش نسمح لك؟ قولي كيفاش تسمح لي؟ غلط تسمح لي ما بيش واش كنت ندير. سمح لي الله يحفظك. سمح لي انا نسمح لك. الله يجعل لي تسمح لك. الله يجعل لي تسمح لك يا خويا نسيم. الله يجعل لي يما انا ما تهنت في صغرها تهنت في كبرها، ما تهنت في كبرها. وعلاش وعلاش يا خويا العزيز واش خصك؟ خويا العزيز اكتيفي ناشف يا خويا سركاله اكتيف الله غالب اكتيفي خويا اكتيفي اكتيفي ياك تشوف انا في السركاله واش حبيت يا خويا رحم باباك خويا العزيز بعدك شغل عني شغل مانيش كاع مليح يا خويا شغل حاجه راهي ما علاشك مقلق يا دوك نلحقوا تشوف يماك يا خويا بلا عقل نورمال حاجه تاع ربي هذه هذه حاجه تاع ربي يا خويا علاش يا ربي يحفظك خويا يا تشوف واحد داخل منا يعطيك الصحه خويا العزيز بارك شنو قلت راسه وكاع طبيب عنده لوطونسيون ان برونور طبيب imprenable même la saturation تاعها ماش مليحه هي دي ساتوره يمي ثلاث سنين ما شافهاش الله يا ربي يلحقنا يا ربي ان شاء الله يلحقنا يا ربي ان شاء الله يلحق يا حبيبي انا مزروبي بيب اني با بيان وي عندي دي لاخر سي بيب ديري لها الطيعه مادام درنا كل مجهود تاعنا وربي رحمه بانك صبرت معاكم دعوا لها بالرحمه برك طبيب ما تقوليش يما ماتت الله يرحمها دعوا لها بالرحمه يا يما سمحي لي جيت نجري لك يما ما قدرتش نلحق بيك يما اسمعي لي يا يما اسمعي لي اسمعيني دفنتوها هدوين دفنتي يما الله يرحمها هدوينك بز دفنت حياتي معاها شد وانا علاشك تهضر معايا هكذا كاش حبيتيني نهضر معاك كان ماشي انت هذا كاع بسببك يا واحد اللي فعل روحي مول الجنازه نهضر كان ماشي حنا تهضر معايا مول الجنازه حبك ماشي قادر ميم با تشوف فيه كورتي كان ماشي حنا انسان فزدك كان درت الخير كون ديرو فيه يماك ما ديروش فيا انا
والله ما راني قاعده معك دقيقه في هذا الدار، والله ماني قاعده معك. واش راك دير يا ما تقوليش راك راهي اللي كنت دايرك كتافي باش تعاونني ما نقعدوش ضحك للناس ويما لا تعيش احسن معيشه وتحوس على الدار هكذا تقعد فيها وحدك حتى حقي نعطيهولك ما عندي ما ندير اللي كانت رابطه بيناتنا راحت هذه الدار اللي كنت تحوس عليها اللي حوستي ماك على جالها باش تقعد وحدك في الدار تاو المراه ديالك خليتها لك خويا تشبع فيها وحدك اللي باش نودع خويا انسى بلي عندك خوك اذا جعلت تربح وشوف الضمير ديالك واش يقول لك خويا السلام عليكم تهلا في روحك ربي يرحمك يا يما ما كنتش على بالي بلي حيصرى لي هادشي كاع دار بلا بيك غولا يا يما سمحيني ان شاء الله تكوني من اهل الجنة ان شاء الله ربي يغفر لي يا يما سمحيني السلام عليكم يما ربي يرحمك ان شاء الله تكوني من اهل الجنه ان شاء الله ربي يغفر لي كاع واش درتي معاك ان شاء الله يما بديت نجي نحكي لك كل شيء تبعت الفاني وندمت ولقيت روحي وحدي وفي الدنيا اباندي ما كاش اللي يحس بيه خسرت خويا يعني نحبو خويا الكبير اللي كان يدعمني وكان في كتافي راه استخسرت هذيك اللفعه اللي حرشتني عليك يما خلتني هكا خلتني حاصل وحدي يا يما مر ما رحتي عفسة ما دامت لي ربي يرحمك ان شاء الله تكوني من اهل الجنة هديك الدار يا يما وليت نشوفها كوشمار ربحت بها يعني دنياني لاخراي في الصحة عرفت بلي غنتي لي دومي لي في الدنيا وما دمتيش يما جيت نطلب منك سماح ان شاء الله ربي يغفر لي وتغفر لي ان شاء الله تكوني سمحتي لي في قبر يا ليت يا ليت يا عبدي ولو ليا من النور ندعي ربي يسترك وفي حمايته يبقيك وفي محبتك ما تكفيني حتى كلمه نتمنى يا عبدي ولي بيا زمان النور ونوعدك عمري ما نسمح فيك ومن غيرك يا الحنينه حياتي ما عندها قيمه نتمنى نعاودي ولي بيا زمان النور نحقق لك ما تمنيتي ونرضي من دون رضيتك يا لمي ما طريقي راهي ظلمة مهما مديت لك يا الحنينة من كنوز الدنيا قليل فيك نهار اللي غبتي على الدار حياتي ولات غموض